صديقة لنا اقترحت اقتراح لقيته نال اعجابكم بصراحة. قالت يا ابو زيد ممكن تعمل لنا حلقة ازاي الانثى تولع غيرة الراجل وتخليه يهتم قوي ويغير قوي ويركز معاها قوي بعفوية، يعني تظهر قدامه ان هي ما هياش قصده، وهنا الصنعة هنا اللعبة. الحلقة دي مفيدة قوي ويلا بينا نبتدي كده على خيرة الله إن شاء الله، ولكن يا ريت الجديد يعرفنا بنفسه الرحب بيه، واللي ما اشتركش كالعادة أقول يشترك عشان حلقاتنا بعد كده ما تروحش عليك. يعني في خطوات كده علم النفس ينصح قوي بيها، والناس الفاهمة تلاقيها عارفة برضو أشياء منها، هنلمها كلها في حلقة النهاردة وأنا اختصرها. أول حاجة عن طريق الحكي غير المباشر على لسان غيرك، بمعنى انا جوزي بخيل وعايز اعرفه ان هو بخيل، لو رحت وقلت له انت بخيل هيمسك فيا وهتبقى ليلتنا سودة. وفي نساء كده غلبانة او غشيمة او عصبية زيادة عن اللزوم، انت بخيل وانت، واكتر حاجة يكرهها الراجل المقارنات. ما بتشوفش جوز اختي؟ ما بتشوفش اخويا مع مراته؟ ما بتشوفش اخوك مع، اوعي تمشي ابدا بالاسلوب ده هتخسري كتير. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ الحكي غير المباشر. والله صاحبتي بتقول ان جوزها كان بيفسحها وكان جايب امبارح، انت بتحكي موقف، كان جايب امبارح 2 كيلو سمك واتنين كيلو بدنجان واتنين كيلو خيار واتنين كيلو لحمة وديك رومي وخروفين على سبيل المثال، يعني ما تبينلوش ان انت بتقارنيه، انت بينله ان الكلام بيجيب بعضه. يعني مش اول بقى ما تيجي قاعده معاه ازيك عامل ايه ده صاحبتي جوزها، لا خليها تيجي في سياق الكلام. يبقى دي اول حاجه ممكن تخلي غيرته تصار قوي وتولع قوي وما يعرفش يمسك عليكي حاجه. خلي بالك اصل لو اتعصب كده بيبين ان هو مقصر، خلي بالك هنا، خلي بالك قوي هنا الصنعه. الرجل لو اتعصب معناه انت محروق ليه وانا جبت سيرتك، ده معناه ان انت بتعترف ان انت مقصر، فما فيش راجل اطلاقا هيعمل كده، انما هيدورها في دماغه والغيره هتشتغل معاه. انا كرجل كمان بخلاف الدراسه بديك الحاجات اللي تاثر قوي قوي واللي مفعولها قوي على الرجل بشكل عام. يبقى على لسان الغير، صاحبتي واختي مش عارف ايه بتحكي لي، تصدق بالله يا عباس على سبيل المثال، مثلا اختي بتقول النهارده ان جوزها دخل عليها بهديه، انت ايا كان بقى نوع الحاجه اللي انت عايزه تلفت انتباهه، وجاب لها ورده ومش عارف ايه، اخدته بالحضن وقالت له ربنا يخليك ليه. فاهمين على النظام ده؟ انا ممكن افضل اتكلم اوط ارغي ساعتين، ولكن معانا علامات تانية فهنجز بقى والصوره اعتقد وضحت. تاني حاجه من العوامل بقى المساعده، انت هتنقي اللي يمشي معاكي ومع ظروفك والوقت اللي تقدري تعملي فيه كده من العلامات دي او من الحركات دي، هي مش علامات هي حركات. التزين بدون داعي، يعني مش شرط تبقى ليلة الخميس، لا التزين يعني هو قاعد كده في وسط شغله او في وسط كتبه ولابس النظارة قعر الكوباية وما هوش هنا ودافس دماغه في الكتب، يلاقيكي كده طالعة متزينة على سنجة 10، والريحة اهم حاجة، الريحة في ريحة كده بتجنن الرجل بتخلي دماغه بتاكله، اقسم بالله اسألوا عليها عشان انا مش فاكر اسمها، لكل النساء طبعا. والمفروض ان الوقت ده يعني مفيش داعي للي انت بتعمليه، فيبدأ الرجل يغير منك لمنك. يعني انا عايز اوضح لك الحتة دي، الرجل هيغير، انت بتتزيني دلوقتي لمين؟ ما هو المفروض ما فيش غيره في البيت. طب هو اصلا اللي في دماغه واللي مستسلم ان ما فيش داعي او ما فيش مناسبة، يبقى على طول انت بتتزين لنفسك يغير من نفسك. قمة الغيرة وقمة الذكاء وقمة الصنعة هنا بقى، هي دي النساء اللي بتلف الرجل كده زي الحبل حوالين صباعها، ترفع صباعها كده والراجل يلف حوالين صباعها، هي دي النساء بقى اللي هي ايه من الآخر. يعني كمان
يعني من حين الى حين لو انت رغاية ولما بتقعدي جنبه بتاكلي ودنه من كتر الكلام، حاولي يبقى فيه شوية صمت مع ابتسامة مع سماع اكتر ما تتكلمي يوم ولا اتنين كده. يا اللي بتسأله عن الغموض، هو ده الغموض بعينه، هو مش متعود منك على كده، فهيبدأ يهتم لأمرك ويسأل مالك في ايه اللي حصل، هي زعلانة مني؟ لا ده بتضحك، ده بتبتسم، هتجنني ايه يا بنت اللذينة الدماغ دي؟ يعني انت ساكتة وبقول زعلانة لكن انت مبتسمة، في ايه مالك؟ فاهمين؟ فاهمين النفس البشرية وطباعها؟ عايزين واحنا بنكمل كده يعني رجاء، عشان اصدقائنا بيبعتوا لي وبيزعلوا انا بتأخر غصب عني في الرد. انا طلبي الوحيد حاجة من عيلتي اللي مش هتأثر، لايك وشير. ليه؟ باختصار عشان توصل لكل الناس المشتركة معانا، بس الإفادة توصل ويقولوا الراجل ده بيهتم فعلا بعيلته وبقرايبه، رجاء يعني، ده لو شايفينها تستحق. مفيش مانع تفاجئيه كده في يوم من الأيام تقولي له أنا مبسوطة أوي النهاردة ومش عارفة إيه السبب. فاهمة؟ حط نفسك مكانه كده. طب إيه، ما أنا لا جبت هدية ولا فسحتك ولا قلتلك بحبك، فإيه سر الانبساط؟ وماله؟ شوية يعني شوية روشة كده على خفيف مفيش مشكلة، يعني شوية كده إثارة وشوية تفكير فيكي وفي اللي مخليكي مبسوطة مفيش مشكلة، تنشيط لعضلة القلب اللي ساكنة بقالها فترة برضو مفيش مشكلة. تقدري أوي إن أنت تقولي كلمة زي دي مع ابتسامة. طب هي مبسوطة معجبة بيا؟ طب أنا عملت موقف عجبها؟ طب إيه؟ لا ما هو اكيد انا عملت حاجه النهارده او امبارح او اول، اكيد هي هتنبسط من ايه؟ فاهمه كل ده. في حاجه بقى انت عايزه تخليها ابتعد عنها. لو قلت له خلي بالك عيب عليك يا ناقص يا شايب ان انت تعمل كده، ممكن يطلعك فيها. ولو اتعصبت واتجننتي او عملت زي اختنا زعيمه العصابه وطلعت الشبشب، ممكن يؤدي الى نتائج عكسية. انما في دباجة او في مقدمة علم النفس يأكدها قوي، يعني مدخل حلو قوي لاي انسان لو انت عايز تنتقده او تلفت انتباهه لعيب، لان النصيحة تقيلة. اوعى تفتكر ان في نصيحة بتاخدها الانسان بتبقى خفيف، اي نصيحة تقيلة على البني ادم، اي نصيحة خلي بالك، واي واحد تواجهه بعيق والحقيقه مره والنفاق حلو، يعني تروح لواحد تواجهه بعيب مر تقيل كلامك اوي، تنافقه مش سلطه للاسف طبيعه الحياه. فابدا بالكلمتين اللي انا هقول لك عليهم دول، ابداي بقى بالكلمتين دول. انت شخصيه حلوه وكويسه وفيك صفات، انما في حاجة يعني لو تخلي ما تقوليش تبطلي، ما تقوليش تبطل، تخلي بالك منها، تبقى حاجة ما حصلتش. وما تقوليش الحاجة ده لما يقول لك هو ايه. شايفين التدرج في الكلام؟ يعني انت بدأتي بشكرانية فيه فخلتيه منشكح، واهم حاجة الانثى تخلي الرجل منشكح. اذا وصلت معاه لمرحلة الانشكاح فخلاص، فانشكح الرجل من المدح فيه او المقدمه الجميله بتاعت الانثى الفاهمه مش الغشيمه. بعد كده ضربت ولقيتي، يعني اثرت فضوله، ازاي فيك حاجه لو عملتها تبقى احلى؟ ده النفس البشريه كده، ده احنا مش بنخترع فلسفه حياه، اموت واعرف ايه الحاجه دي بقى. فهمتي؟ سأل يبقى هو اللي طلب، يبقى هو اللي قال لك قولي، افضل بكتير من انك انت تخبطها له كده ولا لا. قولوا لي في التعليقات، ما انا بقرا كل تعليقاتكم. شايفين الفن في التعامل؟ شايفين الذكاء؟ شايفين الصنعه زي ما احنا بنقول؟ الحركه اللي بعد كده الاثاره والتمنع، يعني شوق ولا تدوق. لان انا فوجئت وانا بقولها في حلقاتي كتير من النساء تدخل لي يعني ايه، طب وانا هقعد اشرح لك يعني ايه شوه ولا تدوق، ايه اللي يعني ايه؟
يعني وصلي لمرحلة إثارة وتمنعي. طب ما ياخدني غصب زي واحدة كده بتقول لي أنا متجوزة وكانت قلت لها الشوائي ولا الدواي، بتقول لي بياخدني غصب وماله وماله، مفيش مشكلة إن هو ياخد غصب أصلا. دي يعني معناها إن هو هي موقف حلو بين المتزوجين، خلي بالك، يعني ان هو خدك بالعافية او ان هو خدك بالغصب، ده معناها ان هو وصل لمرحلة مش قادر يقاومك، ان مش شايف اي واحدة في الوقت ده تملى عينه زيك، او مفيش واحدة في الوقت ده شغلة قدك. هو ده اللي احنا عايزينه، ما ياخدك بالغصب، ايه المشكلة؟ مش جوزك؟ مفيش مشكلة. واحنا بقى لازم في المواضيع اللي زي دي نتكلم بوضوح شوية عشان النصيحة توصل. الحركة اللي بعد كده، دايما الإنسان لما تقول له جدي قال، جدتي قالت، بينتبه. يعني مثلا أنا لو قاعد مع واحد دلوقتي وبقول له والله أنا بقول، غير أما أقول له جدي الله يرحمه كان دايما يقول. كلمة جدي الله يرحمه كان دايما يقول بتلفت الودن على طول كده. احنا مفطورين على احترام اقاويل الناس الكبيرة او اللي سبقتنا في السن. فانت برضو ممكن تعملي الحركة دي للفت انتباهه او اثارة غيرته. يعني مثلا جدتي كانت دايما تقول الله يرحمها، بس حاولي الكلام يكون بيجيب بعضه عشان ما يبانش ان انت قصده تقولي. العفوية هنا مطلوبة، وده داخل في عنوان الحلقة. اللي يمد ايده على مراته بينزل قوي من نظرها، واللي بيهزق مراته الناس بتستهزأ بيه، هو وهي وولادهم بيستهزئوا بيهم. ده انا بدي امثلة. لو انت مثلا جوزك بيضربك، جوزك بيقلل منك، فاهمة كده؟ او مثلا كان جدي يقول فعلا ما يكرمهن الا كريم، الراجل الزوجات ما يكرمهمش الا واحد كده. ايا كان بقى العيب اللي انت عايزه تلفت انتباهه ليه، بدل ما تقولي انا عايزه اقول. اعملي الحركات دي فتره مع جوزك ورد عليا في التعليقات، او ابعتي لي وقولي اتغير ولا لا، وهتدعي لي. بيني وبينك هتدعي لي، لان الحلقه دي يعني خلي بالكم اي حركه من دي معمول فيها كتب كتب، احنا لخصناها كلها في حوالي 10 دقايق تقريبا. لايك شير يا جماعه، انا عايز الحلقه دي تنتشر، رجاء تنتشر، وساعدوني في الحتة دي. بتعب بعمل لكم الحلقة واجيب لكم المعلومة، انت بقى وانت قاعد او نايم او كوع كده، بس لايك او شير عشان اصدقائنا توصل لهم الافادة. ده دورنا، احنا بنكمل بعض عشان المركب تمشي. بصوا بقى، حساباتنا التانية، القنوات التانية، صفحاتنا الانستجرام، الفيسبوك، التيك توك عفوا، اللي عايز يحضر معانا لايفات يعني يدخل معانا في الموضوع اكتر واكتر، كل ده لو انت على اليوتيوب في وصف الفيديو، لو انت على الفيسبوك ينزل هتلاقيهم في التعليقات، وهتوحشوني قوي.